أهلا بكم. في الوقت الذي ما زالت فيه الميليشيات تطلق تهديداتها ويواصل عناصرها الاعتصام في الشوارع على خلفية الاتهامات بتزوير نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بدأ شركاء العملية السياسية الخاسرون والرابحون في الانتخابات الأخيرة جولاتهم لإنشاء تحالفات سياسية جديدة لتشكيل الحكومة القادمة وفق قاعدة المحاصصة الحزبية والطائفية التي قامت عليها كل الحكومات السابقة في العراق منذ العام 2003، أي تشكيل حكومة من كل قوى العملية السياسية بعد الاتفاق على تقسيم الوزارات والمناصب الحكومية، وهو ما ينسف كل تعهدات القوى السياسية التي أطلقتها خلال حملاتها الانتخابية الدعائية عن التغيير والتقويم والإصلاح الشامل ولجم الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة وإيقاف غول الفساد الحكومي، ما يعني استمرار الوضع الحالي كما هو وعدم السماح بالاقتراب منه. الرابحون والخاسرون في الانتخابات البرلمانية واستمرار لعبة المحاصصة الطائفية والحزبية والفساد الحكومي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: هل ستشكل الحكومة القادمة وفق قاعدة المحاصصة الطائفية والحزبية أيضا والمعمول بها منذ العام 2003؟ وإذا كانت المحاصصة الطائفية والحزبية هي التي ستعتمد في تشكيل الحكومة الجديدة كذلك، إذن ما الداعي لإقامة الانتخابات وصناديق الاقتراع؟ ثم أين الوعود الكبيرة بالتغيير الشامل إذا كانت قوى العملية السياسية ترفض التخلي عن قاعدة المحاصصة الطائفية والحزبية في تشكيل الحكومة القادمة؟ ثم ألم تبرهن الانتخابات الأخيرة مرة أخرى أن الهوة السحيقة بين العملية السياسية والعراقيين لا يمكن ردمها أو جسرها، وهو ما تجلى بالمقاطعة الشعبية الكبيرة للانتخابات؟ وهل ستنجح الميليشيات الطائفية مرة أخرى في إعادة فرض المشهد السياسي في العراق بقوة سلاحها المنفلت رغم خسارتها المدوية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، حامد الصراف، ثامر العلواني. حالها كحال الأنظمة القمعية وليدة الاستعمار، تحتفظ العملية السياسية في العراق بنواتها الصلبة التي هي في الأساس ترسم السياسة العامة للبلاد وتهيئ البيئة الفاسدة للأحزاب والكتل. أما ما تسمى بالانتخابات التي تفرز الحكومة والبرلمان فكلها تدور حول الطبقة الطرية وتقتصر في التغيير عليها مع بقاء نواة النظام الصلبة. تلك النواة تحددها الأحزاب النافذة، الصدريون والمالكيون والولائيون وغيرهم، وهؤلاء صراعهم يتمحور حول شكل العملية السياسية وليس جوهرها. تقدم الصدر في الانتخابات وتراجع كتل الميليشيات أوقع الدول الإقليمية وخصوصا ذات الخصومة مع إيران في فخ وهم التغيير، فسارعت تلك الدول إلى الاستبشار بأن تغييرا قد حصل دون أن تنظر بعمق إلى طبيعة النظام السياسي والمسارات التي تجعله تابعا لإيران مهما كانت واجهته. الصدر بشعاراته وخضاباته بإمكانه ابتزاز دول الإقليم والاستفادة منها بما يقوي العملية السياسية، وبالتالي ترجع الفائدة لإيران الممسكة بخيوط اللعبة وراء مسرح الأحداث. من ناحية أخرى، الميليشيات هي من تشكل الدولة العميقة في العراق، ولن تقبل بأي حكومة ما لم تعمل تحت مظلتها وتمتثل بأمرها، ولهذا السبب ستأتي الحكومة القادمة توافقية من حيث المناصب والحصص، وإيرانية الهوى من حيث السياسة العامة وتوجهات الدولة. الصراع الحالي بين الكتل لا يعد أمراً طارئاً وجديداً، إذ أن الانتخابات السابقة كانت تشهد التعقيد ذاته والنزاعات بين الكتل على الحصص، لكنها بالنهاية تخرج بتوافق برعاية إيرانية. أما الدولة من حيث الفساد والتبعية والتخبط الحكومي والظلم المجتمعي فهو نهج ثابت وضعه مهندسو غزو العراق وتدميره. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في عودة الرابحين والخاسرين من شركاء العملية السياسية في الانتخابات إلى قاعدة المحاصصة والتوافق في تشكيل الحكومة القادمة، وهو ما ينسف كل الوعود عن التغيير في العراق. ضيف طاولة
الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي، وسيكون معنا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي عبر سكايب، ومعنا أيضا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان الدكتور ثامر العلواني المقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا، حياكم الله. شكرا جزيلا، أهلا وسهلا دكتور. قيل الكثير من الكلام قبيل الانتخابات وفي الدعايات الانتخابية من أنه هذه الانتخابات مفصلية، محطة تاريخية، التغيير قادم، خاصة أن هذه انتخابات مبكرة جاءت بعد عاصفة ثورة تشرين، وأنه هذه بداية جديدة في العراق. هل ثبت مؤشرات الآن على الأرض أن شركاء العملية السياسية فعلا بصدد منهج آخر، على الأقل عربون منهج مختلف عن المنهج الذي سار عليه الوضع في العراق منذ عام 2003 وحتى اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد، أحييك وأحيي ضيوفك الكرام. أهلا دكتور. الحقيقة يعني عندما نتحدث عن ما جرى في الانتخابات علينا أن نقول، رغم يعني إيماننا أنه لا شيء سيتغير وأن الحال هو هو، وأن هناك محاولة لتدوير الوضع، تدوير الوجوه، تدوير هذه النفايات مرة أخرى، لكن لابد من الاعتراف وهو شيء مهم أن هناك أمور قد تغيرت بداية، علينا أن نقولها بشكل واضح جدا، وهذه ما يحسب لمن يقفون ضد العملية السياسية وأحزابها وقواها ولثوار تشرين. واحدة من المتغيرات الكبيرة التي حدثت في هذه ما يسمى بالانتخابات المبكرة، وكنا شهدناها بشكل واضح جدا جدا، أن كل القوى التي ترتبط بالعملية السياسية دعت واستقتلت من أجل دفع العراقيين للذهاب إلى الانتخابات، وشاهدنا دعوات وشاهدنا أموال، يعني أموال طائلة صرفت ودوليا وإقليميا ومحليا باتجاه دفع العراقيين للذهاب إلى الانتخابات، ولم يحصل هذا. لكن يعني ربما المؤشر الأكبر في هذه الدعوات كان دعوة المؤسسة الدينية الأكبر الشيعية لذهاب العراقيين، دعوة العراقيين لذهاب الانتخابات. والحقيقة لأول حتى مرة، حتى المؤسسات السنية دعا الدكتور. نعم المؤسسات السنية، القوى السنية لا تشكل شيئا وعليهم، يعني هم يعرفون، هم تابعين، يعني مثل ما يسمى هذه العملية تسمى ذيول هنا وهناك، هم جزء من هذه الذيول، يعني ليس لديهم رأي إلا أن يستفيدوا هم وقواهم، هذه قضية أخرى نتحدث عنها. نعم. لكن المؤسسة الشيعية التي تدعي أنها تحكم البلد كانت تستند طوال هذه السنة 18 سنة على مرجعية أو مؤسسة دينية، المؤسسة الدينية الأكبر الشيعية، وظهرت فتوى للسيستاني بالدعوة إلى الذهاب إلى الانتخابات قبل الانتخابات، لكن هذه الدعوة فشلت، لم تعد مقنعة للعراقيين، يعني كانت مقنعة، ربما كانت واحدة من الأسباب التي تدعو البعض من العراقيين الذهاب إلى الانتخابات في انتخابات سابقة، لكن في هذه الانتخابات الدعوة لم تلقى قبولا ولم تلقى آذانا صاغية من أي أحد، وخاصة من الوسط الشيعي، من وسط الشباب الشيعي الذي يعتقدون أنهم كانوا يتحدثون عنهم حاضنتهم. نعم. والذين هم خرجوا في ثورة تشرين، لذلك كانت المعادلة بقسمين، قسم الرافض للعملية السياسية والمتمسك بثورة تشرين ومبادئها وقواها ومطالبها، والجهة الأخرى التي تدعو إلى ذهاب الانتخابات، محاولة تزوير كل هذا ويعني ضخ الدماء للعملية السياسية في جسد العملية السياسية الميت. ومن ضمن هذه الدعوات كانت دعوة المؤسسة الدينية الأكبر في العراق، لكن فشلت هذه الدعوة ونجحت دعوة المقاطعة. عندما تنظر إلى هذه الحالتين ستجد أن هناك متغيرا كبيرا، متغير فرض الشعب العراقي، فرض ثوار تشرين، فرضت الظروف السيئة اللي مر بها العراق 18 سنة، فرضتها هذه القوى التي خانت العراق وخانت العراقيين وسرقت أموالهم وشاعة الفساد والخراب والطائفية، هذه كلها خسرت، واللي نجح الشعب العراقي عندما رفضهم، هذه واحدة. أما حضرتك تسأل أنه هل من متغير في الوضع السياسي ممكن أن يتغير الشكل السياسي؟ أبداً، لأنه نفس القوى، وهذا ما جعل، لذلك أنا بدأت بهذه، هذا ما جعل قوى الشعب ترفض الدخول إلى الانتخابات وقاطعتها بقرار عقلاني ومنطقي وواضح وصريح، لأنها تعرف أنه كل هذه القوى هي أساس
أساس كل الخراب الذي تشكل طوال 19 سنة 18 سنة 19، كل أساس الخراب هذا هذه الأحزاب والقوى والعملية السياسية، هذا الإطار المحاصصي. فبالتالي سيضطرون إلى الذهاب إلى المحاصصة، إلى شيء ما يسمونه توافقي. هم يتحدثون عن ديمقراطية توافقية، عن الحكومات التوافقية، وسيذهبون إلى حكومة توافقية مرة أخرى، لأنه شكل النظام، شكل العملية السياسية لا يقوم إلا على هذا، لا يقوم إلا على كتل معينة، نسب معينة شيعية سنية كردية، وبالتالي هذه النسب هي من تتحكم بهذا الشكل، ويجب عليها أكثرية وأقلية أن تتحد فيما بينها بشكل توافقي لتكوين هذه الحكومة. وإذا بالصورة تتكرر مثل ما في عام 2018 2014 2010 2005، طوال هذه السنوات من عام 2003 لحد الآن، الصورة 100% ستتكرر بهذا الشكل، وإلا لن تشكل حكومة. دعك من هذه المهاترات، دعك من هذه التهديدات، يهددون. فبالتالي أنت أمام مشهد تضبطه إيران وفق معيارين، أو وفق معيار واحد، هو أنه على كل هذه القوى الشيعية أن تبقى موحدة. هذا ما تريده إيران، لأنه بالتالي يجب عليها أن أن تدفع باتجاه حكومة تحقق مصالحها، تحقق هيمنتها، تبقي على هيمنتها بالعراق، على تغولها بالعراق، وقواها يجب أن تكون مستريحة وموفقة وقادرة على أن تحكم. أشكرك دكتور. طالما وصلتنا إلى قضية الحكومة وهذه نقطة مهمة في النقاش، وخلينا نحيلها إلى ضيفنا الدكتور حامد الصراف. دكتور حامد، مساء الخير أولاً. اهلا وسهلا، النور عليكم جميعا. دكتور، المشهد الوضع في العراق بعد عام 2019 الحقيقه كان فيه يعني عاصفتان، تسونامي. ثوره تشرين خرجت ضد النظام الطائفي الفاسد، طالبت باسقاطه وقدمت الكثير من الشهداء، اكثر من 1230 ألف جريح ومصاب ومختطف ومغيب. وايضا العاصفه الاخرى الحقيقه هو هذه المقاطعه الشعبيه الكبيره التي بلغت 90% ممن يحق لهم التصويت قاطعوا الانتخابات البرلمانية. هل تعتقد أن الطبقة السياسية، قوى العملية السياسية، لن تتوقف أمام هذين التسونامي وسيمضون باتجاه أيضا تشكيل حكومة محاصصة طائفية وحزبية وإثنية، وأيضا يستمر الفساد وليس هناك من استفادة أو اتعاظ من التجربتين أو العاصفتين الكبيرتين؟ في البداية اسمح لي أن أشكركم على الاستضافة الكريمة. أستاذ ماجد، تحية لك ولضيفيك الكريمين ولقناتكم الموقرة. أهلا دكتور، حياك. الحقيقة الجواب على هذا السؤال يقبل الاحتمالات الكثيرة. أنا لا أجزم الآن أنه نذهب باتجاه واحد. نعم. في التوقع في سيناريو واحد، هناك سيناريوهات مثل ما يقولون أهمها اثنين. الأول هو أنه تذهب بالفعل إلى هذا الاتجاه، والنتيجة تكون تجدد الثورة وتجدد ليست محاولات. خليني سامحني على العجلة في المقاطعة، سنؤجل النقاش في هذا السيناريو. الجماعة يمضون باتجاه المحاصصة وهناك انفجار شعبي مؤجل، خليني أجله. نعم. لأنه ضمن المحاور. نعم نعم نعم، هذا ايضا مقبول، لانه فعلا هو هذا البند الاهم الان. نعم. في الحوار. نعم. يعني البند الاهم ايضا في السيناريو اللي يتلخص في ان يبقون على المحاصصه، هذه قضيه محفوفه بالمخاطر. الان هم يرتعبون من كون انه الثوره، الشباب الان مهيئ وجذوه الثوره ما زالها قائمه. الحقيقه هذه نقطه. النقطه الثانيه هي العزوف، او ليس العزوف والممانعه والمقاطعه فقط، هذه كلمات لا تليق على الاطلاق بما حدث ضد الانتخابات. هناك رفض شعبي ساحق ماحق لهذه الطبقه السياسيه الفاسده. الرفض هذا لم ياتي فقط للانتخابات المزيفة المحسومة النتائج مسبقا، كما احنا ايضا اكدنا عليها وعبر قناتكم الموقرة عدة مرات، انه هذه الانتخابات فعلا ستكون يعني خارطتها موضحة بترقيعات معينة، موازين قوة تختلف من كتلة الى كتلة، لكنه النتيجة النهائية انه الشعب العراقي اثبت هو المنتصر.
فأيضا عنوانك الحقيقة الخاسرون والمنهزمون أو الفائزون والمنتصرون، هذه الحقيقة نسبية بالنسبة للطبقة السياسية القابضة على السلطة. أنا أقول الفائز الوحيد هو الشعب العراقي، المنهزمون هي الطبقة السياسية الفاسدة التي فعلا شعرت بشكل واضح أنه مهددة، ليس فقط بثورة تشرين، حتى نربط بين ثورة تشرين المباركة وبين نتائج الانتخابات أو الاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة التي تم التلاعب بها في النقطة. الآن أنت كمراقب، هل تسجل مؤشرات على أن القوى العملية السياسية ذاهبة باتجاه المحاصصة مرة أخرى، أم هناك مؤشرات على تعديل في المنهج؟ المحاصصة على الأقل يخفف من غلوائها ولن تكون بالصورة الفجة التي كانت عليها في كل الحكومات السابقة. أستاذ ماجد، الموضوع ليس موضوع محلي، الانتخابات لم تكن موضوعة وطنية، موضوعة عراقية بحت. الانتخابات التي أجريت، خلينا نكون واقعيين، الانتخابات كان هناك صراع إقليمي دولي على الأرض العراقية بحجة الانتخابات بتغيير موازين القوى. إيران هي اللاعب المهم على الساحة، أمريكا هي أيضا اللاعب الأهم على الصعيد الدولي والإقليمي، هذه لا ننساها، هذه عوامل مهمة جدا. إذا كرسنا يعني العمل فقط إلى الداخل العراقي، الداخل العراقي واضح موقف الآن، رافض كل العملية، رفض التوجيهات الإيرانية، الشيعة نفسهم رفض التوجيهات الأمريكية والتحشيد، أمم متحدة ومجلس أمن وقرار ومراقبين دوليين وغيرها وجامعة عربية ومحايدين، ورفض أيضا مثل ما تفضل زميلنا في الاستوديو رافع الفلاحي، الأستاذ رافع الفلاحي، أنه حتى المرجعية ما قدرت الآن تقنع الوسط الشيعي بأن يشارك بالانتخابات بعد ما يعني بح صوتها مثل ما يقال، والانتخابات السابقة من 2018 قالت المجرب لا يجرب، أيضا جربوا ومسك بالسلطة المجرب هو نفسه، ومن ثم أخرجوا للانتخابات اقتلعوا الفاسدين، لكنه لم يخرج العدد اللي كانت حتى الحد الأدنى أن ترتئي أنه المرجعية يشارك به، لكنه خاب ظن كل الجميع الثلاث أطراف. لذلك أنا أقول لك الطرف المنتصر هو العراقيون، هم العراقيون، المنهزمون هم كل اللي رادوا الترقيعات في هذا النظام السياسي البائس. لذلك أنا أقول أيضا تعتمد هذه عملية المحاصصة من عدمها الآن تعتمد على موازين القوى الإقليمية والدولية. إن أرادت أمريكا أن تكسر شوكة إيران للنهاية، أن فعلا الآن متعلق الأمر أيضا بمؤتمر فيينا، خلينا نكون واقعيين، إيران الآن ده تلعب على قضية البرنامج النووي، هذا البرنامج النووي والسلاح البالستي، صواريخ البالستية وتحجيم دورها في المنطقة، هذه ثلاث محاور، ثلاث ملفات أساسية. لذلك أنا ما أقدر الآن بصريح العبارة أقول لك، يعني ما أقدر أعزل نتائج مخرجات الانتخابات هذه أيضا المزيفة المحسوبة النتائج عن ما يجري في العراق بصورة عامة وفي المنطقة والإقليم وفي العالم. لذلك أقول أنه إحنا دن نضغط، إحنا لازم نضغط هذه الطبقة السياسية إن أرادت أن تجنب العراق مزالق كبيرة أخرى وإثارة الطائفين. دكتور اسمح لي، سنتحدث عن إرادة أو قدرة أو استعداد يعني قوى العملية السياسية على ما تسميه تجنيب العراق إلى منزلق أخطر من هذا المنزلق الذي فيه. اسمح لنا أيضا نستأذن من دكتور رافع أن نرحب ضيفنا من عمان دكتور ثامر العلواني. مرحبا دكتور. حياكم الله أخي الكريم. دكتور، الحقيقة هناك كثير من المؤشرات والتقارير تتحدث أنه القوى العملية السياسية الفائزون والخاسرون الآن شرعوا في جولات ومباحثات ومساومات لتشكيل تحالفات سياسية، تشكيل حكومة يشترك فيها الكل، الخاسر والرابح. إذا كانت يعني عدنا إلى المحاصصة الطائفية والحزبية وهي القاعدة الذهبية المعمول بها بالعراق منذ عام 2003، إذن ما الداعي لإقامة هذه الانتخابات وصناديق الاقتراع وعدد المقاعد زائد وعدد المقاعد ناقص، وهناك اتهامات بالتزوير والميليشيات في الشوارع وتهدد بالسلاح؟ إذا كان رجعنا إلى قضية التحاصص، إذن ما الداعي لكل هذه الزفة أو الضجة؟
بداية تحية لحضرتك ولضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. أولا، نظام المحاصصة الطائفية فرضه الاحتلال الأمريكي منذ 2003 وإلى يومنا هذا هو ساري ولم يتوقف، وهذا النظام لن ينتهي، لأن هذا المبدأ هو الذي أسسه بريمر سواء في مجلس الحكم أو سواء في حكومة علاوي أو سواء في حكومة الجعفري، هذه كلها لم يشترك فيها الشعب العراقي لا بانتخابات ولا باختيار ولا برأي. وأيضا فرضت حكومة الجعفري على الشعب العراقي أيضا، وبغض النظر عن سواء وجدت انتخابات صورية غير حقيقية مزورة، ولكن كل ذلك يثبت على أنه لا يوجد يعني مخرجات للعملية السياسية أو الانتخابات هو عن أثر انتخابات التي هي مزورة في الأصل، ولكن التي فرضها المحتل الأمريكي وفق نظام المحاصصة الطائفية. ثم جاءت بعد ذلك حكومة المالكي، أيضا اختير المالكي بعيدا عن مجريات أو مخرجات الانتخابات. ثم بعد ذلك الانتخابات الثانية 2010 فاز بها علاوي، أياد علاوي، ولم تأتي هذه الانتخابات بعلاوي رئيس الحكم، ولكن فرض المالكي في ولاية ثالثة في ولاية ثانية في هذه الانتخابات. ثم بعد ذلك فاز نوري المالكي في 2014 وأيضا استبعد، ثم أبدل ب غير هذا المرشح، أبدل بالعبادي. ثم بعد ذلك أيضا جاءوا بعادل عبد المهدي. كل ذلك يشير إلى أنه لا حقيقة لتأثير الانتخابات التي هي في الأصل مزيفة ولا قيمة لها. إذن هناك ثلاثة جهات هي من تتحكم باختيار المرشح أو باختيار رئيس الحكومة أو طبيعة الحكومة أو مستقبل الحكومة، وهم الأمريكان، الإيرانيون، ومرجعية النجف السيد علي السيستاني. هؤلاء الثلاثة هم من يتحكم في اختيار الحكومة ورئيس الحكومة. كل ما عدا ذلك هو يأتي في إطار المزايدات ولا قيمة له على أرض الواقع. أما لماذا هم يشرعون في صناديق الاقتراع، لماذا هم يشرعون في الانتخابات؟ فلأنهم كل الشعب العراقي يعلم أن لا قيمة الانتخابات، ولذلك قاطعها الشعب العراقي بنسبة كما تفضلت وصلت إلى نسبة 90% من المقاطعين، بمعنى أن الشعب العراقي وصل إلى قناعة أنه لا فائدة من الانتخابات، لأن من يأتي بحكومة ويفرض هذه الشخصيات هي ليست صناديق الاقتراع، وإنما هم يلعبون لعبة الانتخابات من أجل أن يرضوا العالم أولاً، ثم أن يجعلوا بين الأحزاب المتنافسة قانون كي لا يخرجوا عن الإطار الذي يمكن أن يذهب إلى التصادم بين هذه الأحزاب. ولذلك هم يعملون بلعبة الانتخابات من أجل إعادة أنفسهم، ومن أجل أن يكون المسيطر بين هذه الأحزاب هو حزب يمكن أن يفوز في الانتخابات، بغض النظر عن وجود تزوير لهذه الانتخابات أو عدم وجوده، لأننا في 2018 شهدنا تزويرا فجا وكبيرا جدا، وصعدت من خلاله الميليشيات إلى مقاعد برلمانية وأحرقت الصناديق، ولكن الكل يعلم أن هناك تزوير، ولكن الكل رضخ إلى نتائج هذه الانتخابات ومقاعد البرلمانية التي حصلت عليها، التي نسميها الميليشيات الولائية. إذن لا قيمة للانتخابات وصناديق الاقتراع، وإنما هي لعبة تلعب على الشعب العراقي وإرضاء للعالم الخارجي، كي يقال أن في العراق هناك توجد عملية ديمقراطية وانتخابات في كل 4 سنوات. نكمل الجزء الثاني من هذه الحلقة بعد التوقف قصير عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة طاولة حوار. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في التحالفات الجديدة أو المؤشرات على أن الخاسرين والرابحين في الانتخابات من قوى العملية السياسية بدأوا في إنشاء تحالفات سياسية لتشكيل حكومة طائفية وحكومة محاصصة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور حامد الصراف والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع، إلى أي حد هذه الانتخابات بهذه المقاطعة الكبيرة، واللي كانت كما أسلف أو دكتور حامد الصراف وحضرتك أيضا أنه ضربة كبيرة جدا، يعني لا تقل في قوتها عن قضية التظاهرات، أنه هناك هو سحيقة بين قوى العملية السياسية والشعب لا يمكن تجسيرها ولا يمكن ردمها، وكأنه أصبح هناك طلاق بائن كبير بين قوى العملية السياسية والشعب لا يمكن أن يلتقيها. الحقيقة أستاذ ماجد، هو الطلاق منذ فترة طويلة، لكن لم تكن ملامحه أو كان الإعلام يبدو الطلاق بالثلاثة صار. نعم نعم صحيح. نعم. ربما صحيح، يعني يقبل عليه هذا الوصف الحقيقة، لأنه طوال هذه السنوات من عام 2003 لغاية هذه الانتخابات، ما يسمونها بالانتخابات المبكرة، وما زال الوضع لحد الآن قائم، كان الشعب في ناحية والمؤسسة الحاكمة، هذه الأحزاب وقوى، هذه مؤسسة العملية السياسية، هذه كل هذه القوى المؤتلفة بالعملية السياسية ومعها متعاضدة معها المؤسسة الدينية. نعم. هذه كانت تشكل القوى التي تجبر الشعب أو تضغط على الشعب للموافقة عليها. لكن دكتور، قسم من الشعب في السنين الأولى كأنه جارى العملية السياسية، اشترك بانتخابات، كان كأنه يعطي فرصة، قال نعطي فرصة فرصتين، كان نوع من المجارات من البعض. كانت أكو أحاديث ربما غريبة على مسامع العراقيين، ديمقراطية، حرية، إبداء الرأي، هذه اللعبة، لعبة الديمقراطية، لعبة الحديث، لعبة إعلامية فقط، محاولة، وهذه ربما يعني مثل السحر قد تحول البعض إلى يعني تشوش رؤيته، وبالتجربة مع ذلك، لكن التجربة كانت قاسية، لم يكن عمرها طويل طبعا، لم تدم طويلا. نعم، لكن دفع بها الشعب العراقي، دفع بها ثمن كبير. نعم. هذه 18-19 سنة يعني قدم الشعب العراقي ثمن كبير حقيقة، ثمن باهظ لهذه التجربة البائسة الرثة. فخلال هذه الفترة كانت هذه القوى، قوى العملية السياسية زائدا القوى المؤسسة الدينية، متعاضدة لإقناع الشعب ودفعه باتجاه الموافقة على كل ما يجري. والإعلام العربي والغربي أيضا كان طبعا هذا جزء من عنده، لأنه هذا هو المشروع الأمريكي. نعم. والهراوة الأمريكية مرفوعة، والمشروع الأمريكي يريد، وأمريكا تريد تثبت أنه هذا المشروع الخرب الرث هذا هو هذا المشروع الذي يمكن أن ينفذ في كل مكان، وقالوا هذا سنسقط هذه التجربة على مناطق أخرى، هذه التجربة الرثة القبيحة اللي قتلت العراقيين ودمرت بلدهم يريدون يسقطوها على أماكن أخرى، وهذه كذبة الديمقراطية والتحرير، وهذه كذبة، يعني انتهت هذه القضية عموما. لكن ربما جزء من عنده ما سألت عنه الأخوان وسألت عنه دكتور ثامر، يعني لماذا يقومون بالانتخابات إذا كانت هذه القضية بهذا الشكل؟ الحقيقة هم من البداية غير مقتنعين، هم يتمنون لو كان العراق بلا شعب، يعني هم بس المؤسسة الحاكمة هذه العملية السياسية ولا يوجد شعب، لأنه هو الغرض من وجودهم أن يسرقوا وينهبوا، لا يقدموا شيء للشعب، وما قدموا شيء للشعب، فالشعب لا يهمهم، اللي هم هذه كما قال دكتور عضو حزب الدعوة عامر الخزاعي، يقول احنا جينا لقينا بقايا الشعب، ما لقينا شعب. نعم، هكذا ينظرون إلى العراقيين فعلا. نعم. هم ينظرون إلى، لكن هم أجبروا على التعامل، يعني يجب أن يكون هناك الشعب، وهذا الشعب موجود، وإذا لم نضغط عليه أو لم نضحك عليه أو لم نظلله سيثور علينا، وبدأ يطلع في تظاهرات كبيرة، وشفنا 25 شباط 2011 ووصولا إلى ثورة تشرين 2019، الشعب يخرج إلى الساحات ويضغط عليهم ويدفعهم إلى الزوايا، فلا بد من استخدام هذه الهالة، قواهم السياسية وهاي والقوى الخارجية التي تدعمهم، والأضاليل والكذب والادعايات والوعود، ومؤسسة دينية تدعم هذا الموضوع، وهذه المؤسسة الدينية يلبسون سياساتهم ما يسوغ لأفعالهم أو ما يعطيها الضوء الأخضر لأفعالهم ولقراراتهم ولتوجهاتهم ولعملياتهم السياسية، وهذه العملية هم اعتقدوا أنها ستمضي
بهذا الطريق، وهذا القطار سيظل على هذه السكة والشعب مضطر أن يتوافق معه. ومثل ما حضرتك قلت أنه الكثيرين كانوا يأملون خيرا أو كانوا منخدعين، جزء من عندها هي عبارات جديدة ديمقراطية، وجزء من عندها مخدوع بدعاوى فتاوى دينية ويعني بضمانات دينية كان يعتقد أنها صحيحة، فبهذا الشكل انساقوا، وصلت إلى مرحلة حتى أوقظه الواقع. نعم، غباء هؤلاء الذين يحكمون العراق، الواقع المرير، غباء هؤلاء صور لهم أن العملية ماضية والقطار سيمضي بالطريق وهذه المحطات سيجتازها القطار، وهذا الشعب سيضطر بالنهاية إلى أن يستكين خلص يخرج، لأنه راح نقتله وندز له الميليشيات ويحرقون عليه الخيمة ويقتلوه وبالتالي. أشكرك دكتور، هاي النقطة مهمة جدا. دكتور حامد الصراف، في عام 2019 مع تفجر ثورة تشرين، هذا التسونامي الشعبي الكبير، الحقيقة قوى العملية السياسية عندما رأت جدية هذا التسونامي الكاسح الماحق كأنها انحنت أمام العاصفة وضحت بحكومة عادل عبد المهدي تحت صياط الشارع العراقي عام 2019. الآن هذه القوى من الذي سيجبرها؟ الشارع الآن هادئ وساكن وهدوء تام، ويبدو أن الجماعة مطمئنين إلى هذا الهدوء أو السكون. ما الذي سيجبرهم على ترك محاصصة أو على التخلي عن هذا المشروع وتركه؟ والله سؤال الحقيقة مشكور عليه أستاذ ماجد، لأنه بالفعل بحسابات نفسية ويعني حسابات اجتماعية وتوازنات الحقيقة، وأيضا صراع. الصراع الآن في العراق لا يخلو من صراع طبقي واضح، احنا نسميه صراع طبقي لأن هناك طبقة طفيلية فاسدة أثرت على حساب الفقراء وبالأخص في الوسط والجنوب، والآن تدري أنت خط الفقر الآن اتسع ليشمل تقريبا بين 35 إلى 40% من الفقراء في العراق، وثورة الجياع إن أجلت فهي تأتي لاحقا وتنضم إلى صفوف ثورة تشرين المباركة. هذه واحدة من النقاط. الذي يجبرهم على ذلك هو الهاجس، هاجس والخوف الذي يعيشونه هؤلاء، بدليل أجيب لك أكثر من تصريح لهم من رئيس وزراء لدورتين، قال نحن انتهينا، نحن فشلنا فشلا ذريعا، علينا أن نتنحى، وأنا منهم. وواحد يقول سنصحل في الشوارع، المالكي، وآخر رحل عن يعني الحياة يقول سوف نصحل في الشوارع، والآخر يقول كيف يحاسبنا رب العالمين، أين نذهب، للنار أم للجنة، للجحيم أم لجنات عدن. هذه طبعا تساؤلات ليست جديدة، قديمة ومتجددة. الآن يسألون أنفسهم هذه الأسئلة عزيزي أستاذ ماجد، لذلك هم مرعوبون بصريح العبارة. الشعب حي، الشعب العراقي أخي شعب ثائر حي، لا يمكن أن يستكين لهم لهؤلاء بمجرد الشعارات التي يرفعونها بأنه يتجاوزون المحاصصة ويتخطون يعني هذه المراحل الفساد والدمار والخراب بمجرد تصريحات. نحن الآن أمام واقع جديد، هذا الواقع بموازين قوى مختلفة. الآن الشعب العراقي امتلك زمام أموره، وأقول لك إياها بصراحة، إن لم يسقطهم بالضربة القاضية كما يقال في يعني في الرياضة، فقد يأكلون أنفسهم بالتدريج إلى حين السقوط. سوف تحين ساعة الحقيقة وسنرى أنه هؤلاء بدأوا بالفعل هم يأكلون بعضهم البعض، تفتتت البيوت، هناك لم يعد هناك يعني بيتا شيئا. دكتور أنت كمراقب، اسمح لي دكتور حامد، هل تعتقد الآن بعد هذه الانتخابات الأخيرة وهذه المقاطعة أن المجتمع في العراق الآن كأنه آمن تماما 100% أن أي تغيير عن طريق قوى العملية السياسية لا يمكن أن يأتي، عملية يأس بالكامل من هذه القوى التي منحت فرصة على مدى 18 سنة وخمس أو ست دورات انتخابية؟ تعتقد بل وصلنا إلى هذه النقطة، الإيمان الكامل بعدم التغيير من داخل العملية السياسية نهائيا؟ هذا إيمان، هذا إيمان بهذه الحقيقة، لكن الثقة قبلها سبقة هذا الإيمان والوصول إلى هذا الإيمان المطلق، أنه الثقة انفقدت بين الشعب العراقي
بأغلبيته والنظام السياسي الذي فرض عليهم منذ 2003. لا توجد ثقة لا بحكومة ولا بنظام سياسي ولا برئاسات ولا بأحزاب ولا بكتل ولا بادعاءات. يعني احنا اشرنا يعني المداخلة الأولى اشرت إلى أنه الشعب العراقي فقد الثقة بثلاث أطراف ذكرتهم وأكررهم الآن. الشعب العراقي الآن طرف رئيسي بالمعادلة، لذلك لا يمكن استعادة هذه الثقة على الإطلاق. أنا أقول لك على الإطلاق، يعني هذا الإطلاق الحقيقة جاي أيضا مستند إلى حقائق الآن هم يعرفونها بشكل جيد. لذلك أنا أقول لك مهما حاولوا ترميم وضعهم وتدوير هذه النفايات التي تكررت على مدى 18 سنة، فأنا أعتقد يعني جازما أنه هذه يعني محاولات بائسة يائسة. لكن الشعب العراقي الآن أقولها يجب عليه أن يجد البديل الوطني الذي يستحقه. اسمح لي دكتور، نؤجل هذا البديل دقائق بس حتى أن تأخرنا على ضيفنا في عمان دكتور ثامر. دكتور ثامر، ثورة شعبية في 2019، مقاطعة شعبية كبيرة تقترب من 90%، قوى العملية السياسية ذاهبة باتجاه المحاصصة. إذن هذه القوى لم يبقى أمامها إلا سلاح الميليشيات المنفلت والمنضبط في إطار ما يسمى الدولة بين قوسين. هل تعتقد أن هذه الميليشيات ستنجح في إعادة فرض المشهد وصياغة المشهد السياسي في العراق بقوة سلاحها بالرغم من خسارتها المدوية في الانتخابات وهذا الرفض الشعبي لها؟ بداية أستاذ ماجد، فقط أريد أن أؤكد على قضية مهمة. نعم. وهو أن المؤشرات تشير إلى أن هناك بوادر ودلائل على أن هناك سنرجع إلى مبدأ المحاصصة الطائفية. ولذلك من يدعون تمثيل السنة في البرلمان قد اتفقوا على اختيار رئيس للبرلمان. نعم. بعيدا عن رضا الكتلة الشيعية أو الكتلة الكردية، وكذلك التصريحات التي تأتي من كردستان تشير إلى أنهم قد اتفقوا على اختيار رئيس جمهورية بعيدا عن يعني ما نتائج الانتخابات، فقط أنه كل كتلة سوف أو كل جهة سوف تخرج مرشحها من أجل أن يكون رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية. فقط الخلاف الآن هو على رئيس الحكومة الذي هو حصرا بين الكتلة الشيعية مع تفرعاتها الداخلية. هذا أولا. ولذلك نحن نقول أن مبدأ المحاصصة الطائفية سيستمر ولن ينتهي. أما فيما يتعلق بسؤالك، بلا شك أنه بوادر استخدام السلاح والميليشيات لقوة السلاح قد ظهرت بشكل واضح. الآن نحن شهدنا منذ يومين هناك تهجير طائفي، هناك قتل لجماعي، هناك إبادة جماعية، هناك حرق بيوت، حرق بساتين. استخدمت هذه القوة الميليشياوية كل ما تملك من أجل تهجير مدن وقرى بعينها في المقدادية. يعني شهدنا إعدامات ميدانية أمام صمت واضح ممن يدعون تمثيل المكون السني أو أهل السنة في إدياله أو غير إدياله، يصمتون تماما أمام هذه الجرائم. فإذا بلا شك أنه لا يوجد شيء اسمه خاسرون ورابحون في نتائج الانتخابات فيما يتعلق بالميليشيات، لأن الجميع هم ميليشيات، لأن الجميع هم عصابات، سواء التيار الصدري أو الميليشيات الولائية، ما تعرف الميليشيات الولائية، كلهم في سلة واحدة، وكلهم بالنتيجة سوف يخرجون مرشحين لهم لإدارة الحكم. ما رأيناه منذ يومين في ديالة معناها أن هناك ميليشيا منظمة بدر وبعض الميليشيات الأخرى تريد السيطرة الكاملة ونفذ وإنفاذ سلطتها بكل قوة على محافظة ديالة، بمعنى أنه سواء أتت الحكومة بمرشح منهم أو من غيرهم فإن الميليشيات ستبقى سلاحها المنفلت والمسيطر على المحافظات التي هي تختارها، ومنهج التهجير الطائفي والقتل الطائفي يستمر ولن يتوقف في ظل وجود العملية السياسية التي لا يهمها، أعيد وأكرر، لا يهمها الشعب العراقي، وإنما كل حكومة تأتي سيهمها كيف تقسم السلطة أو ثروات العراق أو النفوذ بين الأحزاب الطائفية والأحزاب جميعها بعيدا عن إرادة الشعب العراقي
وبعيدا عن مصالح الشعب العراقي. ولذلك نحن نجد على مدار 18 سنة لا يوجد أي منجز لهذه الحكومات ولهذه الأحزاب، والأمور كلها تسير في المنحدر وإلى الهاوي. على ذكر المنحدر دكتور، الحقيقة هناك تقارير غربية والناشطين العراقيين والمدونين يستشرفون انفجارا شعبيا كبيرا، لأن الأمور يبدو في الضفة السياسية تسير بنفس المنهج اللي سارت عليه من 2003 وإلى اليوم، وأن هذه عملية المناورة السياسية التي جربتها قوى العملية السياسية في عام 2019 لإخماد، لتطويق، للتخلص من عاصفة ثورة تشرين، هذه المرة لن تنجح، هذه المرة مصيرها الفشل. دقة مثل هذا الاستشراف، هذا واقع، ويعني واقعي جدا جدا واستشراف دقيق جدا، لأنه أنت عندما تقيس على التاريخ ستجد نماذج كثيرة في التاريخ، ليس في العراق فقط، في كل العالم ستجد نماذج من هذه وصلت إلى هذه النتيجة وانفجرت الأحوال تاريخيا بالقياسات في أوضاع أقل سوءا من شعوب وانفجرت ضد هذه الحكومات. فيما يخص العراق، الرسائل التي كان يوجهها الشعب طوال هذه السنوات رسائل واضحة ومسموعة وقوية، وجهت بالقتل والدماء والاعتقالات والاغتيالات والاتهامات. يعتقدون هؤلاء قوى استبدادية تعتقد أنه قادرة بالسلاح والميليشيات والقوى هذه أن تخضع الشعوب، وهذه لا يمكن أن تخضع. فبالتالي وصلنا إلى مرحلة فاصلة، مرحلة فرز. الآن فرزت الخنادق، في فترة من فترات كانت الخنادق متداخلة وهناك كثير من الدخان والضباب والأتربة المتصاعدة، فأنت لا تميز ربما بعض الوجوه. الآن الوجوه كلها فرزت، الخندق واضح، هذا خندق الشعب وخندق القوى العملية السياسية، وهذه المقاطعة بقرارها الحاسم والبديع والرائع اللي وجه الشعب، هذا له ما بعده، هذه لا تنتهي هنا، ليس المقاطعة وانتهت القضية، هناك قرار ما بعد. هؤلاء لم يستلموا هذه الرسالة، هذه القوى تعتقد، ما زالت تعتقد أن قواها الميليشياوية اللي قاعدة بالشارع، اللي شايل أسلاح، اللي تقتل الناس بالمقدادية، اللي ما أعرف شنو، اللي تريد تراها بالناس، هذه تعتقد أن السلاح هو قادر أن يحميها. هذه كذبة وخرافة، عليهم أن يخرجوها من عقولهم، لأن الشعب عندما يثور هذه بموجته يمسح كل هذه ينهيها، والتاريخ يثبت هذه القضية. يعني التاريخ، روح للتاريخ، من آلاف السنين ستجدون ثورات الشعوب وصلت إلى أقل سوءا كانت شعوب كثيرة عانت أقل سوءا، لكنها ثارت بهذه الطريقة ودمرت وأنهت. ربما هذا الدكتور كانت تعيش واقعا ممتازا، لكن هناك احتقان سياسي في الجانب السياسي، ومعنى أحدث الثورة كبيرة. العراق سياسيا وواقعيا في الدرك الأسفل، في الدرك الأسفل يعيش تناقضات غريبة عجيبة، لا يمكن أن يستقبلها عقله، لا يمكن أن يقتنع بها عقله، لا يمكن أن تسوقها. الآن كل هذه الطبقة السياسية، ما الذي لديه أن تسوقها؟ إذا أراد الدكتور الطبقة السياسية أن تعالج أو تشرع في المعالجة، هل تعتقد أن الوقت ما زال يسعفها؟ لا أبداً، انتهى وقتها، الوقت انتهى، هم يلعبون الآن في الوقت الإضافي الضائع. ربما يعني لا أعرف الحكم الأمريكي والحكم الإيراني أعطاهم، ولن يمنحوا لن المجتمع الشعب لن يمنحهم وقتا أكثر. هذه الحقيقة، الحقيقة هناك تناقضات كبيرة في هذا الوضع. من 19 سنة الشعب يراقب هذه التناقضات، دمرت حياته، أوصلته إلى حالة لا يمكن قبولها، لا يمكن قبولها على المستوى الاجتماعي، لا يمكن على المستوى السياسي الاقتصادي بكل الاتجاهات. الفقر والبطالة والغريبة، الحالة غريبة، لا يمكن بلد بثروات هائلة وشعبه يزداد فقر، بلد كل الدنيا تتطور وهو يتأخر، بلد يتحدثون به عن الديمقراطية والاستبداد والقتل والديكتاتورية هي التي على الأرض. فبالتالي هذا الشعب وصل إلى قراره، قرار المقاطعة هذا ليس قرارا اعتباطيا وليس قرارا منعزلا ومقطوعا، يعني خلاص قاطعنا وانتهت هاي خلاص نروح نقعد بالبيوت، لا، هذا خطوة ستعقبها خطوات. هؤلاء لا يدركون أنه هذه الخطوة ستعقبها خطوات، والخطوات التي ستعقبها خطوات قوية وجريئة ومدمرة لهؤلاء. لذلك يبقى هذا حوارهم تشكيل الحكومة، وهذا الحديث الذي نسمعه، وسيصلون إلى نفس النتيجة، توافقية، حكومة توافقية بمحاصصات طائفية وإثنية،
ويعتقدون أن العملية السياسية قد نجت والقطار ماضي إلى طريقه. لذلك الأمم المتحدة تهلل ومجلس الأمن يهنئ والمعرف منه يهنئ، يحاولون أن يسندوا هذا الموضوع، لا يسند ما دام الشعب العراقي غير مقتنع. أشكرك دكتور حامد الصراف. يعني قوى العملية السياسية تعتقد، ألا ترى أنه بمضيها بهذه المحاصصة الطائفية والحزبية وهذا المنهج الذي سارت عليه من 2003 إلى اليوم، وهذا الفساد والميليشيات وصور الانحطاط العام الموجودة بالعراق، إنما يقدمون وقودا مجانيا لهذا الحريق، لهذا الانفجار الشعبي الكبير، كأنهم يقدمون ذخيرة لهذا الانفجار الكبير، يدركون هذا؟ والله أنا قلت بالمداخلة أيضا الأولى، قلت أنه علينا أن لا نتسرع بالأحكام، أن نتريث قليلا. أنا لا يعني أعول كثيرا ولا أمتلك الحقيقة يعني نسبة ولو بسيطة من الأمل منهم أن يعني يجرؤون على الإقدام على دكتور خلنا بس أقرب لك الصورة الأخرى. دكتور أيضا أنقل لك ما يقال يعني من المراقبين والتقارير، أنه قوى العملية السياسية لن تقدم على أي إصلاح أو تغيير في العملية السياسية في هذا النهج، لأنه معناها كتبت شهادة وفاتها بنفسها. أي تغيير في اللعبة العملية السياسية يعني إلى القبر. ما هو هذا نفس النتيجة راح توصلها إذا أصرت على الإبقاء على المحاصصة. وأنا وأنت والضيوف الكرام ما راح نقعد ساكتين عزيزي، ولا الشعب العراقي هو يصغي إليهم الآن. وإحنا قلنا موازين القوة تغيرت الآن، الشعب العراقي يتطلع إلى حلول أخرى، هذه الحلول هي معظمها بيده. علينا أن نفهم بأن الآن كلام أي شخصية وطنية، أي إعلامي، أي قناة موقرة تحترم نفسها وتحترم مهنتها وتحترم واجباتها الوطنية تثير هذه القضية ضد أي من يعني الكابينة في الكابينة الوزارية من المرشحين، الآن تعتبر الآن فعلا يعني القشة التي مثل ما يقول سوف تقصم ظهر البعير. هذه قضية الآن قضية محسوبة بدقة أستاذ ماجد، إذا كان هناك إصرار فهي سوف تحفر قبرها أو حفرت قبرها بيدها، فثم تنتهي إلى ما إلى غير رجعة. لكن إذا رممت الوضع أيضا بالنتيجة، أنا أقول العملية السياسية الآن وصلت إلى منتهاها، الحياة لا يمكن إعادتها إلى هذه الجثة الميتة في النظام السياسي. هذا النظام لا حياة له. الطبقة السياسية الآن دفعت الثمن أيضا نتيجة ثورة الشعب العراقي، نتيجة يعني الاحتجاجات والإضرابات وثورة تشرين. الآن إحنا هذه القضية مؤجلة، ليس إلا العمل التغيير لا نستعجل عليه، لا نسرع بالخطى حتى لا نقدم شهداء، لا نقدم يعني مثل ما يقول قربان لهذه الطبقة. بصراحة أقول لك إحنا أمامنا الآن برنامج عمل كبير، القوى الوطنية عندها العصيان المدني، عندها بنك للأهداف، لأهداف هذه الطبقة السياسية الفاشلة. شكرا دكتور، أشكرك وأعتذر منك. هذا اللي إحنا دا نشتغل عليه. شكرا. الحقيقة وإن شاء الله يكون النتيجة لصالح شعبنا. أشكرك دكتور ثامر بدقيقتين. يعني تعتقد أنه هذا الانفجار الشعبي القادم كما تتحدث عن التقارير الغربية والناشطين سيكون الضربة القاضية الحقيقة للنظام السياسي، وأنه هذا الانفجار هذه الثورة في النهاية ستصل إلى مبتغاها، لأن الحقيقة هناك يأس مطلق بالكامل من العملية، هناك الحقيقة إيمان مطلق كما سمى ضيفنا الصراف أن هذه العملية السياسية لا يمكن أن تحدث تغيير، وبالتالي الانفجار القادم سيكون ضربة قاضية، والحقيقة هو قد يصل إلى حقيقة مبتغاه النهاية بالتغيير. لا شك الظروف التي يمر بها الشعب العراقي ظروف عصيبة جدا. نعم. فنحن في كل مؤسسات الدولة هناك انحدار، لا يوجد خدمات للشعب العراقي، لا توجد صحة، لا يوجد تعليم، المستشفيات هي أصبحت بؤر للموت، الماء أصبح هو سبب في دمار ويعني زيادة معاناة العراقيين. كل الأسباب الآن موجودة لدى الشعب العراقي لأن ينتفض ويثور على
النظام السياسي والحكومات والأحزاب جميعها، وهذا هو المتوقع لأن كل الدوافع ستدفعه بهذا الاتجاه، لأن الأحزاب والميليشيات والحكومات كلها تصم آذانها عن معرفة الحقائق أو عن أن تحل أي مشكلة في هذا الاتجاه، وهي لا تريد، أولا لأنها عاجزة، ثانيا لأنها أدوات بيد غيرها، ثالثا لأنها بأغلبها والمتسلطين هم جاءوا بمشروع تدمير العراق بكامله أرضا وشعبا وثروات، وهذا هو ما سيجبر العراقيين على الخروج بثورة عارمة لا يمكن أن يعرف ما يعني نتائجها آنذاك. شكرا، بهذا نصل مشاهدي الكرام إلى أختام هذه الحلقة من طاولة حوار، ولم يتبقى لنا إلا نشكر ضيوفها وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وأيضا الدكتور حامد الصراف الأكاديمي والباحث السياسي وكان معنا عبر سكايب، وأيضا الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق وكان معنا من العاصمة الأردنية عمان. كما أشكركم، حتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.